السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احييكم احمد نجم من اوربكس في نظرة ميل للاسواق. اليوم الموافق 22 مارس 2021. طبعا في البداية دائما وابدا بنبدا تحليلاتنا بمؤشر الدولار اندكس وي اللي ارتفع في تعاملات الاسبوع السابق. حاليا الدولار عند مستوى 92، ما زال مرشح لمزيد من الارتفاع خلال التداولات الاسبوع القادم. ما يدعم الدولار الامريكي هو الارتفاع في عائد السندات الامريكية، ذكرنا هذا الامر سابقا، ولكن نعيد على حضراتكم العوائد على السندات لأجل 10 أعوام ما زالت عند مستويات 1.71%، تدعم استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بالرغم من ارتفاعات التضخم المتوقعة والأجواء الحالية التي تشير إلى تراجعات الدولار الأمريكي في ظل ضخ أموال كثيرة كحزمة الأخيرة 1.9 تريليونات من الدولارات. كل هذا يضغط على الدولار الأمريكي، ولكن العائد على السندات يثبت هذا العوامل التراجعية والهبوط المتوقع ويدعم من الارتفاع إلى مستوى ربما تصل إلى مستويات 92.50 نقطة ربما نشهدها خلال هذا الأسبوع. طبعا هذا بالنسبة للدولار الأمريكي. ننتقل سريعا لتداولات أخرى وننتقل لتداولات اليورو أمام الدولار الأمريكي. طبعا ارتفع اليورو في ختام تداولات الأسبوع السابق، كما نشاهد موجة تراجعات تقريبا من 18 مارس حتى الآن، موجة يعني تراجعات كبيرة ربما في حال كسر مستويات والعودة أعلى مستويات 1.91 ربما نشهد عودة للصعود مرة أخرى إلى مستويات 1.1950. هذه المستويات ربما تكون قريبة للغاية، نتحدث عن إطار زمني صغير حوالي الربع ساعة حاليا، وأعتقد على النظرة البعيدة ربما نشهد عودة من جديد لكسر مستويات 1.19. هذه المنطقة الحرجة تدعم المزيد من التراجع، وربما شهدنا كسر هذه المناطق من قبل وتصبحت الآن هي مناطق مستهلكة. من المحتمل أن نشهد المزيد من التراجع في حال عودة والزيارة إلى هذه المستويات من جديد. ننتقل سريعا لتداولات أخرى وننتقل لتداولات الاسترليني أمام الدولار الأمريكي، والذي يعني استمرت الفترة العرضية في التداولات الاسترليني، وكنا تحدثنا من قبل على تراجعات واحتمالات لتراجعات الاسترليني في الفترة المقبلة، خصوصا انه اقترب بشدة من المناطق الهامة وهي مناطق 1.4350. هذه المستويات هي مستويات هامة ايضا دعمت من تراجع، لان شهدوا اسفل مستويات 1.40 عند مستويات 1.3850 تقريبا، ومن المحتمل في حال كسر مستويات 1.38 ان نشهد موجة بيعية كبيرة الى مستويات 1.3550. هذه المستويات ربما ستدعم من تراجعات الاسترليني ومتطابقة مع نظرتنا للمؤشر الدولار الامريكي في ارتفاعه خلال بداية التعاملات الأسبوع المقبل نتيجة لارتفاع العوائد على السندات الأمريكية وتوقعات بمعدل النمو تتجاوز 6% خلال العام الحالي. ننتقل سريعا في تداولات المعدن الأصفر، والمعدن الأصفر تحدثنا عنه من قبل، ما زالت تداولاته ليست مشجعة بأي حال من الأحوال على استمرار الصعود إلى مستويات 1780 أو مستويات 1800 كما نشاهد من الرسوم البيانية متوقعة لهذا، وأتوقع أن نشهد موجة بيعية جديدة في الفترة المقبلة ربما في حال وصوله لمستويات 1760 أن تكون فرصة للمزيد من التراجع إلى مستويات 1665 دولار للأوقية، ومن هذه المستويات أيضا ربما نتوقع المزيد من التراجع في الفترة المقبلة. تحدث عن تراجعات المعدن الأصفر لأنه فقد من وجهة نظري نوعين هامين من المستثمرين. نتحدث عن المستثمر ذو المخاطرة العالية والذي فقده المعدن الأصفر لصالح الكريبتو كرنسيز، وأيضا المستثمرين المتحفظين نوعا ما والذين ذهبوا إلى السندات الأمريكية ذات المخاطرة المنخفضة والمعدومة تماما وفي صالح المعدن الأصفر. فكل هذا طبعا يضعف الطلب على المعدن الأصفر. تحدثنا من قبل عن التراجعات في حيازات المعدن الأصفر من صناديق الـ ETF، وهذه الأمور تدعم وتستمر في دعم تراجعات المعدن الأصفر. أعتقد أن التقرير خلال هذا الشهر سيكون هام للغاية وربما يظهر مزيد من التراجع. سنشاهد كل هذا الأمر جيدا في الفترة المقبلة، ولكن كمان نشاهد التراجعات الارتفاعات التي حققها المعدن الأصفر خلال الأسبوع السابق كانت قادمة من أخبار ربما كان من المفترض إذا كنا نشهدها من قبل في الفترات العادية أن نشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المعدن الأصفر، لم نشهد هذا الارتفاع الكبير وما زال يتداول في نطاق هو عرضي منذ فترة تقريبا، تحدث عن 1750 يعني مستويات هذه يعني يتداول عندها تقريبا منذ يعني تداولات شهر فبراير 21 فبراير، يتداول ما زال عند هذه المستويات سواء
صعودا وهبوطا حيال هذه المستويات. هذا بالنسبة لدولات المعدن الأصفر. ننتقل سريعا لدولات النفط، والذي يعني كنا تحدثنا من قبل عن فكرة تراجعه واحتمالات تراجعه في الفترة المقبلة، وذكرنا أسباب التراجع. بالفعل تراجع يعني من مستويات 67-80 سنت للبرميل إلى مستويات ما دون 56 دولار للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك إلى مستويات 61. أعتقد أننا ربما نشهد موجة بيعية جديدة في الأسبوع القادم في حال لم يخترق مستويات 63-56، وأن تكون هذه الموجة البيعية إلى مستويات 54-50، ومن هذه المستويات ربما يتلقى دعما قويا تدفعه إلى المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة. هذا كان كل شيء لدينا خلال اليوم. نتمنى حضركم يوم سعيد إن شاء الله وتداولات مزاجرة. شكرا لكم.